لقاء يتجدد معكم ومع الساحرة المستديرة معشوقة الجماهير كرة القدم. هذه المرة يسعد بصحبتكم أسرة الوحدة 21 HD من أسرة البرامج الرياضية أحمد رامي الدوري والزمالك بطل الكموح المدرب حسام حسن ومعه مجلس الإدارة بلا حدود لإحراز اللقب بطاقة إيجابية ولديه من عناصر الخبرة إلى جانب الجدد ما تم تبديله في مباراة تونس وبيلقى Yeah!
Thank you.
بجد انا كده حطيت العب ولا جامد بجد لا انا كده عملت بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين مشاهدي ملعب سي بي سي 2 في كل مكان، حلقه جديده وبرنامجكم الملعب. النهارده الحقيقه عندنا شويه اخبار وشويه موضوعات، ولكنه كالعاده لابد ان نبدا باخبار القطبين، الاهلي والزمالك، ماذا حدث بالامس وتبعات هزيمه الامس للزمالك وفوز الامس بالنسبه للنادي الاهلي. نبدا بتبعات الفوز. النادي الاهلي هيصرف مقدمات لاعبيه قبل السفر الى الكاميرون، مقدمات العقود. واضح انه في حاله من السيوله الماليه بدات تدخل النادي الاهلي، وواضح انه الامور بدات تهدأ كثيرا داخل النادي. الفوز ببطوله الدوري ثم الفوز ببطوله السوبر بيدي انطباعات طيبه عن مجلس الاداره او على مجلس الاداره، وايضا على الجهاز الفني. الجهاز الفني لم تكن له علاقه من قريب او من بعيد ببطوله الدوري، ولكنه الحقيقه جريده في تغريده رائعه اشاد بفتح مبروك وقال له افرح، هذا الكاس من حقق كاس السوبر المصري. هو كان بيتكلم مش على اداء امبارح، لانه قال انت ولاعيبتك، وبالتالي هو بيتكلم على اللعيبه اللي جابوا الدوري الاولى بطوله الدوري العام مكان الاهلي لعب بطوله السوبر، وبالتالي هو جريده بيكمل المشوار بالفوز ببطوله السوبر، وليس فوزا عاديا لانه بيفوز على المنافس العنيد نادي الزمالك. الاهلي دعا جماهيره الى الاحتفال غدا قبل لقاء القطن الكاميروني او قبل السفر للقاء القطن الكاميروني. وبالمناسبه الفوز ده بيفرق جدا مع الاهلي معنويا، لانه بيقربه من الوصول الى نهائي البطوله الافريقيه. مبارك للاهلي فوزه، مبارك للاهلي سعادته وانتصاراته الدائمه. 12 بطوله سوبر في تاريخ مصر، الاهلي حصد منها 8. الاهلي لعب منافسه التقليدي الزمالك 3 مرات، فاز 3 مرات، مرتين بركلات الترجيح ومره بالفوز بهدفين لاحمد حسن
ومعتز اينو. سبحان الله، اينو كان لاعب في الزمالك بقى في الاهلي، واحمد حسن في الاهلي بقى في الزمالك، ودي سمة وحلاوة كرة القدم. ده بالنسبة للنادي الاهلي. مع الافراح بتهدى تخلص بسرعة، مع الاحزان بتستمر سريعا. الاحزان تفاقمت وتصاعدت بالامس مع نادي الزمالك بعد تصريح رئيسه الاستاذ مرتضى منصور حول الجهاز الفني. استاذ مرتضى منصور امبارح اتكلم بهجوم عنيف جدا على حسام حسن، وقال في بعض القنوات، وقال لي انا تليفونيا، انه من النهارده مفيش راس حربه واحد، من النهارده في اتنين راس حربه، من النهارده مفيش عمر جابر، من النهارده مفيش احمد توفيق، من النهارده لازم نسمع الكلام. وقال انا عملت اللي عليا وزياده، انا جايب 18 لعيب، وال 18 لعيب دول بمعرفه وعلم الجهاز الفني سواء السابق او الحالي، وال 18 لعيب دول محدش يقدر يشكك فيهم، كل طلبات الجهاز الفني كانت اوامر بالنسبه لي، وانا بالنسبه لي كمان انا عايز الفرقه تكسب وعايز الجمهور يفرح ويسعد. الغرض نبيل جدا، لكنه الطريقه لا، الطريقه عملت ازمه امبارح بالليل. امبارح بالليل كانت في ازمه عنيفه داخل اروقه نادي الزمالك امتدت الى مجلس الاداره، ولاول مره مرتضى منصور يترك الجلسه ويمشي، ونزل وراه بعض الساده الاعضاء زي هاني زاده زي مصطفى عبد الخالق، لكنه غضب بعنف وانفعل وترك وذهب الى منزله. كان موجود حسام حسن وابراهيم حسن، ابراهيم حسن انفعل جدا وقال احنا مش عيال صغيرين، ده حسام حسن وابراهيم حسن، والحقيقه رمى كلام مش لطيف على احد زملائه، لا داعي ان انا اقوله مره اخرى، يعني انه كلام يعني مش لصالح البعض يعني، او مش لصالح حد خالص يعني، كلام ومفاوضات وحوار و انتقل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى منزل المستشار مرتضى منصور بعد الانتقال وبعد الكلام، و هديت الأمور خلاص، الراجل يكمل. بس مش معقول إنه نخسر، ومش معقولة وطريقة اللعب والحدوتة. طب يا عم الكلام ده نقوله ما بيننا وبين بعضينا، ما نقولوش في التلفزيونات، ما نقولوش على الشاشات عشان المركب تمشي. وكم من مره خسرنا دوري وكسبنا سوبر وخسرنا سوبر وكسبنا دوري، وضربوا له مثل بالزمالك مع فنجاده لما خسر السوبر بركلات ترجيح امام الاهلي، لكن في نهايه السنه قدر ياخد بطوله الدوري العام، وحسام لسه ما حطش ايده على الفرقه كلها. اصل هو خسر من فيتا كلاب الكونغولي 1-0، وخسر من الهلال 2-1، وخسر من الاهلي بركلات ترجيح، وثلاث مباريات ما سجلش الا هدف واحد. اصل هو مدرب دفاعي، قالوا له كل الكلام ده مسموح به هنا بس على الشاشه بلاش، عشان ما تحصلش مشكله ما تحصلش ازمه. ومن حقنا ان احنا ننقل الجهاز الفني، ومن حقنا ان احنا نمشي، بس خلينا في الاطار بتاعنا عشان الامور تنجح والامور تسير بشكل جيد. اختتم الاجتماع الذي امتد حتى الساعات الاولى من صباح اليوم بتجديد الثقه في حسام حسن. واول ما تتجدد الثقه في مدرب اعرفوا انه هيمشي. خدوها مني بقى خبره، عراي صلاح عبد الله في الفيلم بتاعه ده اسال الخبره، خبره. ناس كتيره جدا عماله تبعت لي، وانت قلت ازاي انه الاهلي ممكن هو اللي يكسب في ضربات الجزاء والاهلي في الاختيار الثاني بيكسبه؟ كان ممكن يحصل عكس. اه طبعا كان ممكن جدا الزمالك يكسب. انت بتقول الكلام ده بعد ما كسبت كمان، المفروض لو كنت خسرت تقول الكلام ده؟ لا، دي ركلات ترجيح. طب انت برضو قلت ازاي وانت عارف ان الشناوي هايل في ضربات الجزاء، هايل وابصم بالعشره. طب شريف ايه 50% من الشناوي ماشي، بس اللي بيسدد، هي القصه بقى ترجع للي بيسدد. الاهلي تعرض للمواقف دي اكتر، يعني مثلا اخرها في القطن الكاميروني، الاهلي تعادل واضاع لكنه عاد وسجل وفاز، الاهلي كان هو اللي مضيع الاول في القطن الكاميروني، يانج افريكانز في البطوله الافريقيه كمان لو تفتكر، نفس القصه ونفس الحدوته، وكله قال الاهلي خرج، وبعدين دخل الراجل كان الجون كده راح شايطها هنا لو تفتكروا. في توفيق طبعا، ده بتاع ربنا عز وجل، دي ضربات ركلات ترجيح عشان بس ما يزعلوش مننا زملائنا، بس احنا بنسهلها على الناس بنقول ضربات جزاء، يعني ركله من علامه منطقه الجزاء فبنقولها ركله جزاء. فمن هنا اللي بيسددوا في الاهلي قد تكون اعصابهم اهدأ كثيرا، وعنده حارس الحقيقه انا اتصور ان شريف اكرامي على مدى سنتين دلوقتي مش سنه واحده في التوب فورم بتاعه، حجز مكانته الاساسيه في منتخب مصر،
ومكانته الاساسيه اللي حرصت عليه النادي الاهلي. وما عادش حد بيقول دوروا المركز ده، لا 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 خلاص. الشناوي قادم بقوه، ده من ايام النادي المصري. انا حتى كنت قلت تعليق مره ايام تصفيات الاولمبياد، قلت له يا ابني اتولدت من بطن امك، قالت لك روح يا شناوي اقف جون. هو كده جون ابن جون ابوه ناصر الشناوي، حاجه محترمه وحاجه جميله. فلا تخمين ولا يعني مشيخه ولا كلام من ده، هو كل ما في الامر انه انا اهو مثلا ده شريف اظن في يانج افريكانز. لازم تركزوا، لازم تركزوا مع ده، لازم تركزوا مع هو ما كانش يعرف. وعلى فكره امبارح هو ما كانش يعرف، هي صفاره محمد فاروق بالنهايه هي اللي خلته يعرف، هي اللي خلته يعرف. بعد ما يانج افريكانز كان خلاص عدى، عدى وفات وخلصت القصه وخلصت الليله، خلصت الحكايه على راي الاغنيه بتاعت محطه مصر. لكنه شريف ساعتها كان موجود. لو تجيبوا لنا كمان في القطن الكاميروني، مهمه جدا، مهمه جدا عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. فانا لما بقول السكند ويندو او النافذه الثانيه النادي الاهلي هو مميز فيها، لانه لعبته تعرضت للمواقف دي كتير، عكس لما بتبقى اول مره فبتبقى صعبه شويه. من هنا رشحت النادي الاهلي بحكم خبره لعبته، بحكم تصديهم لهذه المواقف كثيرا. طيب ايه اللي حصل او ايه اللي هيحصل في الزمالك؟ اللي هيحصل في الزمالك ان مجلس الاداره بكره رايح له كله التمرين. طب كان ليه امبارح؟ كان ليه الشبوره بتاعت امبارح؟ شبوره جامده، قنوات وكلام، وبعدين ده كلام على لسان رئيس النادي مش عشان حد تاني. ليه وصلنا للدوشه دي كلها؟ منتهى البساطه، المستشار مرتضى منصور يدعو الى اجتماع مع الجهاز الفني النهارده، يقعد مع الجهاز الفني في الاوضه يقفل ويقول ما بداله، ما بداله، محدش فينا سامع. ويطلعوا بعد ما يخلصوا كل حاجه يطلعوا يضحكوا. طبعا حسام مكمل، حد قال ان حسام ماشي؟ حسام مكمل وحسام قدم عليه، يمكن يكون في بعض وجهات النظر كان بيشرحها لنا بيوضحها لنا، وعايز ياخد حد معاه بتوع الكوره في الجلسه ياخد معاه، لكنه لا طبعا. وحسام ومدرب واسم و و و ويبقى قال جوه اللي هو عايزه. طلع الجيش متقدم على النصر 2-0 في الشوط الاول، هيكون معانا بعد شويه، قبل الشوط الاول هيكون معانا الزميل اسامه امام. وتبدا الدنيا تمشي بالشكل ده. لكن امبارح انا بشعر انه في شرخ حصل في العلاقه ما بين رئيس النادي والمدير الفني. ومحدش يقول لي غير كده، كله هيطلع ينفي يقول لك لا أو لا لا لا، في شرخ حصل. يعني لو الجهاز الفني بقيادة حسام حسن شاف انه رئيس النادي ده رأيه ومسك فيها وقدم استقالته كانت هتقبل. هتقول لي حسام لوح بالاستقالة على خفيف. رفض هذا الكلام؟ رفض طبعا، طبعا رفض، ولازم يرفض لانه راجل مدرب بيحترم نفسه. لكنه قدر الزمالك اول ماتش مع انبي مثلا خسر، وارد دي كورة. الاهلي خسر السنه اللي فاتت مرتين من الداخليه، ها هيحصل ايه؟ تحصل المشكله او مع الجيش، او الجيش بادي بدايه قويه، والجيش مغير نفسه خالص السنه دي عشان حضراتكم تبقوا عارفين طلائع الجيش. مغير نفسه وفرقته السنه دي قويه جدا. المدرب اللي يبقى كل مباراه واقف على ترطيف صوابعه يتعمل له كده بالكتف يطلع بره او بالكتف يبقى جوه، ما عرفش ينجح. ففي شرخ حصل في العلاقه امبارح ما بين رئيس النادي وما بين المدير الفني. وطبيعه حسام حسن صعبه. حسام مش بسهوله بينسى. يعني حسام حسن اصلا هو تركيبته انه ما بيثقش بسهوله. فلما بيفقد الثقه كمان بتبقى مشكله بالنسبه له. فحسام بيواجه ازمه حقيقيه. على الرغم من انه فرقه الزمالك اجزم امبارح انه في خمسه خلاص عدوا، معروف يوسف ده لعيب هايل، عدى ايمن حفني هايل هايل، عدى كوفي هايل هايل جدا كمان، عدى ابراهيم صلاح هايل. انا بتكلم على الجداد، تقول ابراهيم صلاح جديد؟ جديد بالنسبه لي انا جديد. عدى علي جبر هايل هايل، عدى
عبد الله سيسين امبارح مش حلو، بس هو لعيب هايل مفيش خلاف عليه. احمد الشناوي عدى، ادي 7 لعيبة من 11. معاك عبد الشافي محدش يقدر يتكلم عليه، يبقى ادي 8 لعيبة. وعندك مؤمن زكريا على دكة البدلاء محدش يقدر يتكلم عليه، ادي 9 لعيبة من قوام 11. تتكلم ايه بقى في مين؟ عندك مصطفى فتحي اللي كان على الدكة سوبر، عندك اوباما لما تستخدمه جميل، ادي 11. في الصفقات الجديدة صفقات مضروبة طبعا، طارق حامد لما يلعب، حازم امام لما يرجع، في فرقة كورة، في فرقة كورة بجد ما بين مهاجمين وبين مدافعين وبين وسط ملعب. يبقى المطلوب دلوقتي انه الزمالك ينسى امبارح خالص خالص، لانه امبارح كان يوم فارق، وانه بجد النفوس تروق ما بين رئيس النادي والمدير الفني، بين مرتضى منصور وحسام حسن مع حفظ الالقاب. لازم اذا كنتوا عايزين الزمالك يمشي صح السنة الجاية، انا عدت لكم 12 13 لعيب غير اللي انا ناسيهم، لا اكيد اكيد ناسي، اكيد ناسي 2 3. انت عندك صالح موسى ده لعيب جوكر، جوكر لعيب هيلعب لك باك ليفت وباك رايت، وعندك ديودار لعيب مش بطال، عندك خالد قمر مهاجم كويس ورقه في ايديك، عندك مش ما عندكش، عندك السنه دي ناس تكمل لك لنهايه الموسم. فبالتالي الزمالك عنده فرص للفوز طبعا، لكن فرصه للهزيمه اكتر بكتير اذا استمرت الشروخ ما بين الاداره والجهاز الفني، فاصبح لزاما انه مش هتدخل عقلاء منهم لبعضهم، مرتضى منصور لحسام حسن وابراهيم حسن. يعني انا الفتره اللي فاتت كانت في اتصالات هاتفيه بيني وبين المستشار مرتضى، يقول لي خد ابراهيم حسن معاك، او يكلمني يقول لي ابراهيم حسن عايز يكلمك. فشايف ان العلاقه طيبه، ايه اللي حصل؟ وبعدين الساده اللي عمالين يزنوا على الودان، ما تسكتوا شويه بقى، يعني كتر زنكوا عمل ايه في الاخر؟ حصل ايه؟ الزمالك ما بيكسبش، الزمالك من 2007 ما كسبش الاهلي 7 سنوات. ال7 سنين دول المره الوحيده اللي الزمالك كسب الاهلي، الاهلي لعب بالسكن تيم، بالفريق الاحتياطي، ما بيكسبش من كتر الزن. ممدوح عباس عمل ما بوسعه، بصوا ما بوسعه نادي الزمالك، ويجيب اجوجو ويجيب ميدو ويجيب عمرو زكي ويجيب نور السيد ويجيب مش عارف عرف اي حد يشاور له عليه الجهاز الفني يجيبه، ومصاريف وفلوس وكل حاجه، وفي النهايه زن ورغي وكلام. النتيجه مفيش غير بطوله الكاس، بطوله الكاس اللي الزمالك خدها قدام وادي دجله دي ممدوح عباس، مش دكتور كمال درويش ابدا، ملوش علاقه خالص، ده هو جه على المباراه الاخيره الزمالك كسبها، والراجل كان مموت نفسه عليها، فما اللي كان فيها حلمي طولان، عشان كده هم زعلوا، المجلس بتاع الدكتور كمال درويش زعل انه كابتن حلمي طولان قال دي بهديها لممدوح عباس لانه صاحب الانتصار حقيقي، وده كلام محترم من حلمي طولان. في هذا التوقيت هتبدا تبني، خلص المجلس ومشي باي طريقه، فعملت انتخابات، جه مجلس جديد برئاسه السيد مرتضى منصور ساعده، والمجلس كمان يساعد نفسه، مش كل واحد في جزيره منعزله، او كل واحد قاعد على الترابيزه اللي يقولوا رئيس النادي سمع وطاعه، ما ينفعش، مالكوش اراء، ايه مفيش راي؟ نائب مستشار، نائب رئيس مجلس الدوله، ولما يبقى دكتور، ولما يبقى مدرب منتخب مصر، ولما يبقى رجل خبير سياحي، ورجل مش عارف بنوك، ورجل مش عارف مهندس ايه ورجل ايه، ما ينفعش، لازم يكون في راي، يكون في مناقشه، ما ينفعش نادي الزمالك يديره مرتضى منصور لوحده فقط. لكن طالما انتوا ارتضيتوا بكده انتوا احرار بقى خلاص، يبقى الراجل يقول لك انا بعمل كل حاجه، محدش ليه حاجه عندي، انا جبت فلوس وجبت لعيبه وبكمل الانشاءات و و و خلاص، هو حر، هو حر، هو موت نفسه، وانتوا بتقعدوا راضيين بكده.
الزمالك مش هينجح الا بحاجتين ما لهمش تالت: الهدوء الشديد جدا والاستقرار. دول ينجحوا الزمالك. هل دول ممكن يحصلوا؟ طبعا بس صعب. هل الزمالك ممكن يبقى هادي من رئيس مجلس الإدارة والجهاز الفني وما نسمعش تصريحات وما نسمعش مشاكل وما نسمعش أزمات والحياة تمشي طبيعية، ولا سنظل على كل يوم حدوتة موجودة في البرامج والجرايد والإعلام؟ إذا فضلنا بالشكل ده الزمالك مش هينجح. اتنين، إذا الزمالك كل يوم والتاني تلويح باستبعاد جهاز وتجيب جهاز، طيب استبعدت النهاردة حسام حسن مثلا، ماشي خلاص مشي حسام حسن، جه مين؟ حسن شحاتة. جه حسن شحاتة أول ماتشين ترك اتغلب، هنقول إيه؟ نمشي حسن شحاتة. الكرة لا تدار كده. على فكرة في أندية في أوروبا بتمشي المدرب بعد أول أسبوع، بس بيبقوا جايبينه مش عارفينه، مش على قناعات بيه لا مجالس الإدارات ولا الجماهير ولا حاجة من دي خالص، فبالتالي بيبقى عندهم مشكلة معاه وبتبقى الماديات خايفين من قصص فبيلحقوا قبل ما الشرط الجزائي يتفاقم. بيحصل، حصلت في إيطاليا وحصلت في ألمانيا، حصلت في أسبانيا، بتحصل. وفي أندية في أوروبا مدربينها بيقعدوا بالعشرين سنة، بتحصل، حصلت في المان يونايتد وبتحصل دلوقتي في الأرسنال ودلوقتي بيحصل مع بروسيا دورتموند اللي بيكمل بيرجن كلوب بقاله كام سنة موجود وغيرهم من المدربين الموجودين. ما نروحش لأوروبا، نروح يمين النادي الأهلي، نادي الزمالك، شوية نروح على النادي الأهلي نشوف الأهلي بيعمل إيه، نشوف الأهلي بيكسب ليه. بيكسب لأن رئيس مجلس إدارته وأعضاء مجلس إدارة ما سمحوش من البداية لحد إنه يخرج عن النص حتى من داخل مجلس الإدارة، قالوا لا ستوب، إحنا مش بتوع إعلام ولا بتوع ميديا، إحنا عايزين نشتغل للنادي. أنا بكلمكم الكلام ده وأنا راجل كان ليا موقف في الانتخابات، بس أبناء النادي الأهلي تخلص الانتخابات بيقفلوا الملف يا باشا وبيدوروا على صالح النادي بأمانة شديدة جدا. سيبكم ان انا كاعلامي محايد، لكنه في النهاية ايه، خلاص كل واحد ليه رأي، وتخلص هم يحبوا او ان النادي الاهلي يكسب، فتلاقيهم يلبوا الندى بسرعة، بقول لك ايه ما نقفل الملف ده، طبعا انا عايز اقفله خلاص الموضوع انتهى، عايز ابص لقدام. هو بيفرح ابن النادي الاهلي، بيفرح النادي الاهلي بيكسب ايا كان بقى، كان مرشح نفسه ضده في الرئاسة، يعني تلاقي مثلا اكتر واحد سعيد امبارح ابراهيم المعلم مثلا فرحان جدا الاهلي كسبان، ده ساقط قدام محمود طفش معاه هو اهلاوي، حسن حمدي تلاقيه طاير من الفرحه، ده حصل عليه مؤامره ما يهموش هو بس فرحان، الخطيب تلاقيه طاير من الفرحه، ليه؟ لانه النادي الاهلي كسب. هم كلهم انتمائهم الاساسي للنادي الاهلي، وده فرق كبير جدا. الاهلي بالنسبه لهم زي الوطن، ده بجد مش بهزار، الاهلاويه يعشقوا بلدهم، انتمائهم. ما هو انت حضرتك ايه دايما اقول، تنتمي لبيتك، لحارتك، لشارعك، لحيك، لمدينتك، لمحافظتك، لبلدك، لوطنك. فبالتالي لما تكون في نادي كمان حلو تنتمي لناديك يبقى نوع من انواع الانتماء للوطن. فهم بيعتبروا النادي الاهلي وطن. انا بقول لكم بجد، بقول لكم احاسيس الواحد عاشها داخل المكان ده وداخل الكيان ده. فتلاقي يقول لك ايه، ما يهمناش صلاح سليم، ليه؟ يقول لك يهمنا النادي الاهلي. وبعدين تيجي بقى تسمع الكلام ده من صلاح سليم نفسه، يقول لك ايه 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 مره كان صلاح سليم قلت له كابتن هو انت صحيح النادي الاهلي ده بتاع والدك؟ قال لي ولا ابويا ولا امي ولا جدي ولا حد، اوعى تصدق الكلام ده. انا بحسبه هيتفاخر بقى تباهى، واه اصل الارض دي كانت بتاعتنا، لك بيجيبوا الكلام ده منين يا كابتن؟ ده بيتكتب في جرايد، لك الناس بتنيس، عمرنا ما كانت الارض دي بتاعتنا. طب يا كابتن، لك احنا نروي الارض دي بدمنا، لكن هي مش ارضنا، بس احنا انتمائنا ليها اكتر مما هي ارضنا. وبالتالي فالناس تخيلت ان الارض دي بتاعت صلاح سليم، تخيلوا بقى. وقيس على كده الكل، فريق مرتجي عليه رحمة الله، الخطيب، حسن حمدي، محمود طاهر، ابراهيم المعلم، اي حد، فهم كل سعادتهم ان النادي الاهلي يبقى فوق. وبعدين طب النادي الاهلي ما بيخسرش؟ اه بيخسر. بيحصل ايه؟ هقول لكم حاجة غريبة جدا. مرة احنا بنلعب وصلنا المركز العاشر،
ده بجد مش بهزار. مش عارف سنة كام، في الثمانينات وصلنا المركز العاشر، كان كتير جدا من اللعيبة بطلوا الكبار دول. فاحنا يعني بنبقى في أزمة، بنقعد مع بعض كده اللعيبة الكبار، فنقول هنيجي النادي من الساعة 11، هنقعد في النادي، هنتغدى في النادي، نروح التمرين، هنلم نفسنا يعني. فوجئنا والله العظيم ده حصل، ان كل لعيبة الاهلي الكبار بلا سابق موعد، نلاقي كابتن خطيب داخل، كابتن مصطفى عبده داخل، كابتن ثابت البطل، كابتن ثابت البطل كان موجود، كابتن اكرامي، كابتن حمدي جمعة، كابتن مختار، كابتن ماهر همام، كابتن رمضان السيد، لقيناهم كلهم جايين. حتى هما بصوا لبعض، كابتن انور سلامة، كل الناس كلها جاية كده بلا سابق موعد، واجيال كابتن طه اسماعيل بلا سابق، والله من غير ما يتواعدوا مع بعض. فاحنا حتى بصينا لبعض كلام، احنا اتكسفنا من بعض. ايه قال لك؟ احنا حسينا انه لازم نيجي النادي الاهلي، النادي الاهلي في ازمة، فاحنا جايين، ومش جايين يقولوا لنا محاضرة ولا لا لا لا، جايين يقعدوا في التمرين، ياكلوا معانا، يقعدوا معانا في الجنينة شوية، ما بيدركش نصايح ولا حاجة، بس هم حسوا ان النادي محتاجهم. مش محتاجه، كان حسن خالد مثلا بقاله سنين ما دخلش النادي، كان خالد جد الله بقاله سنين ما دخلش النادي، كله كله ورا التاني. وجم وقعدوا نفسنا دي، قعدنا نكمل نكمل نكمل، خدنا الرابع في الدوري، وخدنا كاس مصر من الزمالك. ده الجون بتاع رضا عبد العال، اللي هو رضا عبد العال جاب فينا الجون، وبعدين ايمن شوقي جاب الهدفين للنادي الاهلي. ده اللي بيفرق، انه ناس منتميه للنادي، تشعر النادي ده وطنها، مكانها، بيتها، صاحب الفضل عليها، ما بتستفدش من النادي حاجه، بتحاول تفيد النادي بقدر الامكان، لانه النادي اوريدي افادها. اللي كان لعيب مغمور، اللي كان حالته الماديه متواضعه، اللي كان حالته الاسريه يدوب، فالنادي الاهلي علاه وكبره ونجمه وعملوا حاجه عظيمه جدا. فيجي يقول لك لا، الا النادي الاهلي لما يطلع شعار الاهلي فوق الجميع، لانه فعلا فوق الجميع، مصلحه النادي الاهلي فوق الجميع، فوق مصالح كل اعضاء مجلس ادارته وكل لاعبته وكل مدربيه وكل اداريه. فحضرتك ما تستغربش ان يجي جريده ياخد بطولات، وان يجي فتحي مبروك ياخد بطولات، وان يجي محمد يوسف ياخد بطولات، وان يجي حسام بدر ياخد بطولات، وان يجي جوزيه ياخد بطولات، وان يجي انور سلامه ياخد بطولات، وان يجي طه اسماعيل ياخد بطولات، وان يجي الجوهر ياخد بطولات، وان يجي السايس ياخد بطولات، وان يجي الوحش ياخد بطولات. ما تستغربش ان يجي عزت ابو روس ياخد بطولات، وان يجي علي زور ياخد بطولات، مع حفظ الالقاب للرموز دي كلها. بس هم عارفين يعني ايه النادي الاهلي، عارفين قيمة النادي الاهلي، وعارفين فضل النادي الاهلي بعد ربنا عليهم شكله ايه. هل الزمالك قياداته ومدربيه ولاعبيه ومحبيه قادرين ان هم يعملوا ده؟ اللي بيقول الاهلي محظوظ، اه محظوظ، بس هو يستحق هذا الحظ. ليه؟ لانه اشتغل على الحظ ده من زمان، لانه جاهد وحارب على الحظ ده من زمان، لانه عمل كل حاجة صح تخلي الحظ يجيله ما يدلوش ظهر. ما الحظ لو دالك ظهر تبقى مشكلة كبيرة جدا يعني. ده الفارق. وبالتالي الزمالك في مفترق طرق، اما انه يتظبط ويمشي بشكل جيد وينجح ويروح في اتجاه البطولات، وده سهل. انا بقول لكم من اللي انا شفته امبارح سهل. يبقى ان تكون هناك جرأة هجومية عند حسام حسن في الفترة القادمة، اما ان افضلوا اقطع في هدوم بعض. واسهل حاجة ان انا اقطع في هدومك، اسهل حاجة ان انا ماسكك اجيبك، شايفك اجيبك من رقبتك، هقوم جاي مقطع لك لبسك على طول. فالفترة اللي جاية عصيبة على نادي الزمالك اذا معلوش مصلحة النادي، واذا ما هديوش، واذا ما حافظوش على الاستقرار. اتمنى ان انا اكون وصفت المشكلة اللي بتحصل داخل نادي الزمالك بشكل واضح، واتمنى ان انا اكون وضحت لكم ليه الاهلي بيفوز. عرفتوا يعني ايه الانتماء للفانله الحمراء؟ عرفتوا يعني ايه ليه الناس بتحب النادي الاهلي؟ ارجو ان تكون رساله وصلت. اروح لفاصل وارجع لكم على طول.